الو ذا فويس، اذا ما اعطيتوا الجائزه لحسين بن حاج احنا هنعطهاله وهنعتبره فايز. مين معك؟ ايه مين معك؟ مين معك؟ مين معك؟ شو بدك؟ معك الملك عليلو العاشر يا الدلعات. نعم لازم رابح ماجر هو اللي هيطلقه. طب هشوف لي حته انا اعيط فيها. سلام. طبعا سلام. بعد تعلق الملكه رزان وخروجها عن طعنة في ذا فويس ان فرنسا، ظهر شاب جميل جدا في ذا فويس العربي. الولد دوت هو اللي هيرجع الراي الجزائري لمكانته الطبيعيه، اسمه حسين بن حاج. هنشوف حته صغيره كده من الفن اللي بيقدمه. اسف جدا انا ما اعرفش البنت دي، كل شويه تطلع لي مش عارف فين اهل البنت دي. ما اعرف دي ما صلحتش الراي الجزائري، دي بوظته، دي دمرته، دي جابته الارض. انا بتكلم على الشاب المحترم اللي اسمه حسين بن حاج، اللي غنى في مرحله الصوت وبس اغنيه اسمها انا المبغون. اول ما غناها شوفوا ايه اللي حصل. شفت؟ لو تلاحظ هتلاقي ان اول واحد لفله هو محمد حمائي، والحمد لله الواد المفروض يصلي ركعتين شكر ان ما لفتلوش احلام، لان هي لو لفت له ما كانش هيكمل اغنيه وكان ممكن يتخض من حواجبها. هما غالبا بيجيبوا احلام علشان الناس اللي ما بتفوز مثلا بيصبرون بكلمتين ويقول له مش احسن ما تكون زي حواجب احلام والكلام ده كله. لكن حسين بن حاج تجاوز كل هذه الصعوبات والحواجب والكلام ده كله وغنى بعدها اغنيه عيشه وسلطن المسرح كله. Voici les belles bijoux aussi le retour de ton cou les fruits bien mûr au goût du miel. Ma vie, عيشة si tu m'aimes. ولد ابن حلال، صوت وجمال وشياكة وأخلاق، وكمان كل الفنانين العرب بيحبوه، بيحبوه جدا، مهبولين جدا بحسين بن حاج وكلهم بيدعموه. أجمل هوني لا وليدنا العزيز ابن الجزائر اللي شرفنا. وحشتك بزاف، كيف كشتها اليوم؟ وكيشت انا اليوم طلع لي مورال وغنيت مليح ومازال في الجنوب ومازال والله يا حسين اخويا انا نفسي ادعم زيك. انا اخر حد دعمني في خدودي كان واحد صاحبي كان جاي من السفر، وفي الاخر اكتشفت ان هو بيمسح عرق امه فيا. اخيرا احبتي في الله، جزائريين، مصريين، لبنانيين، مغربيين، اي حاجه فيها اين لازم كلنا ندعم حسين بن حاج. رقم 44 يكشي حتى تتصل 10000 مره. انا عارف ان وزاره الاتصالات لغت خاصيه الاس ام اس وما ينفعش حد يبعت رسائل وصوت والكلام ده كله، لكن اتصل كانك بتتصل بواحده صاحبتك وتقعد ترغي معاها بالساعه والساعتين. مش خساره في حسين ابن بلدك تخسر عشانه 10 دينار ولا 15 دينار، مفيش اي مشكله، المهم ان احنا كلنا لازم نأيده علشان حسين بن حاج يرجع لنا بالجايزة ويتخطى حواجب أحلام ويجينا بالسلامة إن شاء الله. رقم 44 ما تنسوش.